الثقة والقبول يحتاج أنك تثق فيه وتقبله كما هو. أثق فيك، إياك تجسس على ابنك وتقول له أنا خايف عليك، أنا واثق فيك. أفضل رسالة تنمي المحفز الداخلي أو الرقابة الذاتية عند الطفل هو تقول لي أنا واثق فيك، واثق في أخلاقك، ماشي أنا خايف عليك. أنا خايف عليك ليست محفزة، أنا واثق فيك محفزة، يطلع فيها الحياة ويطلع فيها اذكروا الله كذكركم وأبائكم. يعني أبي واثق في، يعني يصعب علينا نعمل شيء أبويا لا يرضيه إلى غد، أو أنا ابن فلان ابن فلان لا أعمل هذا الشيء، وهذا محفز مقبول، محفز مقبول. لا تعتقدوا أن الإنسان يترك العمل أو يعمل العمل من أجل محفز خارج، أيضا مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أعمال من أجل الناس، لولا أن قومك حديث عاد بالجاهلية لأمرت بهدم الكعبة وعدت بنائها، لولا أنني خفت أن يقال إن محمد يقتل أصحابه لقتلت المنافقين. لماذا لا تقتلهم؟ أخاف الناس تقول أنه يقتل أصحابه. معنى أحيانا ممكن العمل نتركه من أجل الناس وغير ذلك، هذا محفز داخل. الحياء أيضا، الحياء من الله، الحياء من البشر وغيره. إذا ثقة وقبول. البنات يحتاجون مزيد من الحب والتقدير لشخصها، البنت لذاتها، البنت الإنجازات والأعمال رقم 2 في الأهمية. إذا أنا أقدر وأحبك لذاتك، أنا فخور بك حبيبتي. البنت لذاتها بدون إنجازات، إذا جاء الإنجاز يسمى شيء ثانوي إضافي. الإنصات لما تشعر به، البنت لازم تنصت لها يوميا، ولازم البنت قبل ما تنام، قبل ما تنام البنت لازم على الأقل 3 دقائق أسمع لبنتي، ما الذي ضايقك اليوم، ما الذي أسعدك اليوم، خليها تفضفض. البنت إذا ما وجدت إنصات تبحث عن من ينصت لها. فعندي مبدأ قديم كتبته، وفي بعض الإخوة صمموه أو أخوات ما أذكر منه، أنصتوا لبناتكن فإن التعارب من البشر يبحثن عن من لا أذن لها. يعني أي بنت ما عندها أذن ينصت لها تبحث عن من ينصت له، والتعارب من البشر يبحثون عن هؤلاء. مثل مرة واحدة اتصلت من المنطقة الشرقية في السعودية، دكتور أنا اكتشفت مصيبة أشنو، اكتشفت بنتي تكلم أولاد. قلت ولد ولا ولد؟ قالت يا ريت ولد، أولاد. قلت الحمد لله أنهم أولاد وليسوا ولد، الولد واحد اللي خطير، أولاد الحمد لله أنهم أولاد ليسوا ولد. لماذا؟ لأن ولد واحد ممكن تتعلق به وممكن يخدعها ممكن كذا، بينما أولاد تعني البنت تريد أحد ينصت لها. وعندها قائمة، اتصلت بالأول مشغول، قالت لي مع السلامة بحث على غيرك. شنو الحل؟ حل تنصتين أنت وأبوها، ماشي الحل تأخذ منها التليفون وتضربينها. إذا ضربتيها تبحث أي شيء. انصتوا لأبناتكم، البنات تحتاج إنصات، لا سيما قبيل النوم. قبيل النوم الفخر بشخصياتهن ومدحهن، تفتخر بشخصيتها وتمدحها باستمرار. الدعم المستمر والاستعداد للتفاهم، ندعم بناتنا مثل الأولاد، ندعمهم باستمرار ونشجعهم. لكن البنت دائما أنا مستعد أتفهمك، أنا مستعد أفهمك، أنا أنصت لك. حتى لو قالت بنتك عملت شيء خطأ دائما تفهمها، لا تدق ناقوس الخطر لو قالت أنا عملت شيء غلط، أبدا أنا أتفهم. البنت تحتاج إلى رعاية وصداقة، رعاية في ممنوعات. مرة كنت في حوار مع، ماشي حوار يعني برنامج، أنا واحد، فكان واحد يتكلم وعنده طلاقة وعنده قدرة على توظيف التراث الشعبي أكثر مني، ومشى في سياق البنات أولاد بنات بنات البنات مسكينة الساعة 8 تكون في البيت، والأولاد حر وطلع، والولد عيبوا فيه وكذا، وعنده هذه الأمثلة الشعبية وماشي، وأنا ما أستطيع، لا أستطيع أن أجاريه في الطريقة اللي هو ماشي فيها. فتذكرت رياضة الأيكيدو، أحدكم يعرف رياضة الأيكيدو؟ رياضة الأيكيدو هي كيف أنت تواجه الخصم بقوته. فقلت أنا ما أستطيع أجاري في السياق اللي هو ماشي فيه، لكن كيف أوظف الأيكيدو في الرد عليه. فهو بيّن أن المرأة المسكينة، مسكينة ممنوعة وما تخرج، والساعة 8 خصها تكون في البيت وكذا، والأولاد عاطين الحرية وكذا، بمعنى أن نحن ظالمين المرأة. فجاء السياق كتل هنا، نعم مثل ما قال فلان، المرأة المرأة المرأة. ولذلك النتيجة كالتالي، كلية الطب 2025 ما تبقى فيها تشوف التولد، ولذلك البيوت قائمة على النساء، ولذلك المتفوقات أغلبهم نساء. وإذا جاءوا عملوا التفوق من ناس متفوقين تجدون 200 بنت مع ولد واحد. ولذلك المبدعين والمبدعين كذا نساء، وذلك المرأة أخذت كل شيء. لماذا؟ لأن البنت اللي احنا تنقول لها 8 خصها تكوني في البيت وعامل لها الرعاية هي اللي تفوقت، والولد اللي عاطينه هذا الإنفلات الحرية هو اللي الآن مدمن مخدرات والإجرام وكذا وكذا وغيره من الأمور. ولذلك نحن في العالم العربي نحسن تربية الأبناء ولا نعرف تربية البنات.
واحدة من الأشياء اللي تجعلنا نحسن أن نعنى الرعاية، البنت نحميها خايفين عليها، وهذا جزء من التربية، الرعاية مهمة وكذا. وذاك البنات متفوقات، البنات في كل شيء، تدينا أخلاقا دراسة، حتى المسؤولية الأسرة، كل بيت مسؤوليته على المرأة، تدريس الأبناء، متابعة الأبناء في المدرسة، اشتراء احتياجات البيت، كل قائمة على المرأة. سؤال: الرجل أين؟ لا يستطيع القيام بها، لم يتربى عليها. وبالتالي الرعاية مهمة، الرعاية هي الحماية. إذن أول شيء أحمي بنتي أكثر، ثم أصادقها، يعني أرعاها وأصادقها. الرعاية مثل ما قلت هو المنع، المنع من أشياء. وهذا المنع بين قوسين في يوم الأيام سيدرك الأبناء أن الرعاية أو الحماية لمصلحتنا، وأنها ليست ضدنا إلى غير ذلك. نحتاج الفهم والتفاهم لاحتياجات بناتنا. بناتنا عندهم احتياجات. الفرق بين احتياجات الأولاد والبنات أن الولد عموما احتياجاته عنده قدرة، ذكاء عند الرجال أكثر من النساء في إشباع الاحتياجات. النساء عندهم ذكاءات كثيرة أكثر من الرجل، ولكن الرجال عندهم ذكاء في إشباع الاحتياجات أكثر من النساء. وذلك نسبة المكتئبين، كل 4 مكتئبين 3 نساء مقابل رجل واحد. لماذا الرجال لا يكتئبون؟ لأن عندهم طرق يطلعوا التوتر في حياتهم، المرأة ما عندها طرق. المرأة أحيانا أحسن طريقة للتخلص من التوتر زوجها يحبها ويقدرها ويجلس معها ويجيب لها هدية. يا أختي التوتر طلعيه بنفسك، ما تنتظريش شي واحد يشجع. الرجال ما ترى رجل متوك أنا أحتاج زوجتي تخلصي من التوتر، لا، كل رجال عندهم طرقهم. كذلك الأولاد، البنات لا، نحتاج نفهم احتياجاتهم أكثر ونحاول إشباع هذه الاحتياجات. البنت هذه احتياجات البنات، والأولاد والفرق بينهما نفس الشيء. أبنائكم هدية من الله، إذا ركلتم الهدية، شتمتم الهدية، صرختم في الهدية، إذا غضبتم أو ما عجبتكم كان يا ربي الهدية اللي أعطيتني لم تعجبني، استغفر الله. تفكروا، هذه هدية الله. الولد يكسر، يلعب الكرة في البيت، يرش الماء، يصب العصير على السجاد إلى غير ذلك، هو هدية من الله. هذه هدية الله، الهدية نتقبلها كما هي، هي هدية الله إلينا، هدية الله، لا أحد يشترط يا ربي أنا كنت أتمنى تعطيني شي هدية بالمواصفات. اللي أعطاك الله احمد ربك واشكره عليها.